أولى فقراتنا الطبية راح نسلط فيها الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي وخصوصا بطب الأسنان. اليوم هي تقنية الذكاء الاصطناعي دخلت بطب الأسنان وصارت تشكل بهي التقنية فارق واضح بالتقنيات والاستخدامات وأيضا العلاجات يلي موجودة اليوم. أكيد عفاف، يمكن دايما لما نحكي عن الذكاء الاصطناعي دايما بنقول إنه ممكن يكون اليوم يحل مكان الإنسان بكثير من المجالات، وتحديدا كيف إذا عم نحكي عن طب الأسنان. اليوم أكيد في تخوف من أطباء الأسنان بموضوع الأسنان، ولكن اليوم أكيد ما رح يحل مكان طبيب الأسنان. الخبرة البشرية هي لازم تضل موجودة أكيد، ولكن عم تساهم هي التقنية، تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كثير كبير، عم تعطي نتائج كثير إيجابية، عم بتشخص كثير أمور، وكمان تساهم بعلاج العديد من الأمراض. كيف ممكن اليوم نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي بطب الأسنان، وهل هي بتناسب كل الحالات والأمراض؟ تفاصيل مهمة اليوم ضمن فقرتنا مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة أروى خير، نائب رئيس الجمعية السورية للشؤون العلمية، وأيضا هي عميد كلية طب الأسنان في الجامعة السورية الخاصة. صباح الخير دكتورة. صباح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم مثل ما حكيت هايدي انه اليوم الذكاء الاصطناعي قريبا رح يحل مكان الاعلاميين، مع مكان كثير اشخاص، مو بس مكانكم انتم الاطباء، ولكن لا يعني ما في استغناء عن الذكاء البشري. خلينا اليوم نحكي عن الذكاء الاصطناعي بطب الاسنان، لاي مرحله وصل بالتدابير العلاجيه، بالمعالجات، حتى بالاكتشافات الطبيه. حقيقه طب الاسنان مجاله قطع أشواط كثير كبيرة منذ بداياته المتواضعة. التطورات اللي صارت فيه هي تطورات طب الأسنان الرقمي، لكن يعني أحد التطورات المثيرة والهامة جدا اللي كانت هي دخول الذكاء الصناعي في مجال العناية بالفم والأسنان. الحقيقة دخول الذكاء الصناعي في هذا المجال أدى إلى ثورة متقدمة في طب الأسنان الرقمي وفي مجال طب الأسنان بشكل عام والعناية بالفم والأسنان. من حيث القدرات التشخيصية صرنا نقدر نشخص بشكل مبكر بتعزيز هذه القدرات التشخيصية لدى أطبائنا، وبالتالي أنا بقدر اكتشف الأمراض بشكل أسرع وبحط خطط علاجية، وهذا الشيء كله بيؤدي إلى الصحة الفموية جيدة لدى المرضى. أيضا صرت أقدر بالذكاء الصناعي يساعدني، أنا حبيت كلمتك إنه ما بيقدر يحل مكان الإنسان وذكائه. صحيح. هو بيساعدني بوضع خطط علاج، بيساعدني بعمل نموذجات افتراضية بخطط العلاج، وخاصة في الحالات الجمالية اللي هلأ كل مرضانا أو كل ناس عم تسعى إليها. بهذا المجال فعلا بيفيدني الذكاء الصناعي، وايضا في مجالات الزرع وفي مجالات تشخيص الامراض الفمويه كله له تاثير كثير كبير الذكاء الصناعي. تمام دكتوره، خلينا نفصل بشكل اكثر ونعرف اليوم لاي درجه ممكن نستفيد من هي التقنيه بطب الاسنان. ذكرتي انه العديد من الامراض اليوم نحن قادرين نكتشفها وقادرين نكتشف العلاج، خبرينا شو هي الامراض اللي بيساهم الذكاء الاصطناعي بعلاجها. أول شيء التشخيص، يعني أنا وقت بحكي على طب أسنان أو طب بشكل عام أو مجالات طبية، فالعامل الأساسي هو التشخيص. الذكاء الصناعي عزز لي القدرات التشخيصية لدى أطبائي بشكل كتير كبير. شو بسأليني كيف؟ أنا من خلال خوارزميات الذكاء الصناعي قدرت حلل صورة الأشعة وأقدر أقراها بشكل كتير صح، وأيضا تحليل الصور المقطعية أو CBCT. في إذا بعطيك على سبيل المثال، في جمعية طب الأسنان الأمريكية مجلة الجادة عملت بحث ب 2021 وصلت فيه لنتائج أو ريزلتس تبعاتها كانوا إنه في حال استخدمنا الذكاء الصناعي في تحليل الصور الشعاعية وقراءتها وفي تعزيز القدرات التشخيصية لدى الأطباء، فأنا بقدر اكتشف التسوس أو النخر بنسبة 94.5%، في حين أطبائي بعياداتهم أو بأساليبهم التقليدية كانت نسبة اكتشافهم للنخور هي تقريباً 79%. إذا بتطلعي بين الرقمين بتلاقي فيه فارق واضح. طبعاً أكيد هذا الفارق حينعكس على تطبيق العلاجات، على سرعة اتخاذ القرار في العلاج والتدابير العلاجية، وبالتالي أيضاً هيكون هذا الشيء
مفيد لصحة المرضى وتحسين الصحة الفموية لدى الناس في المجتمع. دكتورة أروى، ذكرتي أنه التدابير العلاجية اليوم صارت بطريقة أسلس وخلينا نقول واضحة أكثر بالنسبة للدكتور بمساعدة الذكاء الاصطناعي. خلينا نضوي على التدابير العلاجية المستخدمة اليوم بالذكاء الصناعي. طيب، هلا أكثر شيء الذكاء الصناعي دخلي بي مجال تصميم الابتسامة ورغبة المرضى بالحصول على ابتسامة أفضل وجمال أكثر. الحقيقة يعني نحن هذا الناس اللي بنشوفهم بعياداتنا واللي بيزوروا مراكزنا بيكون جاي لعندك، أو خليني أقول جاي لعندك أو جاي لعندك بده نمط معين من الابتسامة، هذا نموذج معين وهي حاططه بباله أنا بدي أصل لهذا النموذج. حتى أحيانا بتورجيك صور بدي لك بدي مثل هاي. أوكي، أنا بقدراتي كطبيب ما بقدر أصلى بهذا الشكل الايدنتيكال، فإجاني التصميم الابتسامة أو الذكاء الصناعي بخوارزمياته أعطاني نموذج ثلاثي الأبعاد، خليني أقول لك، أو افتراضي ثلاثي الأبعاد، ورجانا إلي ولمريضي كيف بدها تصل لأي مرحلة من الجمال أو لأي مرحلة من تصميم الابتسامة. هذا كله انعكس على رضا مريضي بالعيادة. يعني مثلا في عندنا شيء اسمه انتراورال سكانر او المسح الفموي. هذا المسح الفموي احنا مسحنا الفم تبع المريضة وجبنا صورة الوجه تبعها وطبقناهن على بعضهن، اجا الذكاء الصنعي اعطاني نموذج افتراضي ثلاثي الابعاد للشكل اللي بدها تصله للمريضة. كل هاد انا قبل ما ادخل ولا اضع ايدي على المريض او اني عالجه، فورجيته هذا الشكل اللي بدنا نصله للمريضة او للمريض واخذت الابروفل او الموافقة منه، وبعدين رح اشتغلت. مثل ما قلت لك هذا الشيء بيوصلني لنموذج افضل جمالي للمريض. اذا بتلاحظي انت، يعني ما فاز انتم بتلاحظوا هذا الكلام، احيانا بيجيك بتشوف ناس او بتشوفي ناس حضرتك او حضرتها اسنانهم كثير حلوة، مصفوفة كثير حلوة، لكن يا اخي هذه الاسنان المصفوفة لا تلائم هذا الوجه. صحيح، يعني في عندك وجه مثلثي ما بتلبق له اسنان مربعة، وهكذا. الذكاء الصنعي او النماذج اللي بيعطيني اياها هي مناسبه وملائمه لوجه المريض واعطيته جماليه اكثر بابعاد وفراغات ونسب انتقائيه جيده جدا ومتلائمه مع وجه المريض. فهي واحده من الامور اللي فادتني. النقطه الثانيه اذا بتسمحي لي احكي على التقويم الشفاف الانفيزيلاين كمان هذا ترند بالبلد او ترند بالعالم، بيقول لك انا بعمل تقويم شفاف او انفيزيلاين. الذكاء الصناعي شو عمل؟ اعطاني ايضا نموذج افتراضي ثلاثي الابعاد للحركات اللي بدي اساويها، لاشكال الاسنان كيف بدها تكون، لاماكنهم، وكله كان المريض على اطلاع بهذا التطور، وين بده يروح هو، يعني وين كان وين بده يروح. فأنا ما فاجأت المريض بعدين هو حاطط بباله شيء وقام وصل لشيء تاني. نو، لا لا لا، أنا ورجيته أنت هون كنت فأنت حتصل لهون. موافق؟ اللي موافق جو أهيد ومنطبع عن علاجة. قال لي لا، فأنا بعدل بواسط خوارزميات الذكاء الصناعي لحتى أصل للمكان اللي يناسب المريض من جهة، وأيضا يتطابق مع خطتي العلاجية. تمام دكتورة، ذكرتي نقطة كتير مطمئنة إنه اليوم المريض هو فعلا عم بيشوف النتيجة النهائية اليوم للأسنان، عم شوف إذا عم تناسبه ولا لا، وهذا الشيء كتير أساسي لأنه بالنهاية يمكن ما يحصل على الابتسامة اللي هو بده إياها. طيب ممكن يصير أخطاء شائعة بالموضوع؟ والله بوجود الخوارزميات الذكاء الصنعي والبرامج اللي أخذها الذكاء الصنعي وتصميم الابتسامة ما بتصلي لأخطاء، لأنه أنت عم تجيبي دليل أو خليني أقول لك جايد وتجربي ليا للمريضة خليني أقول، هاي المريضة عم تروح تشوف رفيقتها وأختها وبنت عمها وبنت خالتها، وافقنا هاي لك وافقنا، حتقول طيب أوكي، حتروح لعند طبيبة حيقول لها طيب أوكي، حنفذه
انا علاجيا، فبوجود الذكاء الصناعي ما في اخطاء، ما في اخطاء بشريه، حتى ما في مجال يمكن للمقارنه او للاخطاء الشائعه المبالغ فيها. اليوم كثير للاسف دكتوره بنشوف كثير اخطاء شائعه، كثير تصاميم ما بتناسب شكل الوش، او كثير استخدام هي التقنيه بشكل عشوائي. خلينا نقول طيب تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم حاليا بسوريا لاي درجه وصل، وهل هو عم يستخدم ان كان نظريا او عمليا؟ اكيد نحن بعياداتنا ومراكزنا رايحين باتجاه تقنيات الذكاء الصناعي، يعني كلياتنا بتوقع، يعني خليني اقول 70-75% من اطبائنا عندهم شيء اسمه انترا اولر سكانر. اكيد وجود هذا الماسح هو هام جدا بتقنيات الذكاء الصناعي. ايضا البرامج الموجوده على الكمبيوتر هي ايضا داعمينا اكثر من مراكزنا. اذا بتحبي بروح معك شوي ثاني لمجال الزرع. مجال الزرع صار في اسمه الزرع الموجه، يعني انا من خلال الذكاء الصناعي او من خلال اطبائنا، يعني انا حسب ما بشوف موجوده بهذا الوسط الموجودين في الطبي، صار هلا الطبيب بجيب صوره السي بي سي تي بيحللها، ايضا بيعرف وين بواسطه خوارزميات الذكاء الصناعي بيعرف وين في عنده سماكه العظم اللي بده يشتغل فيها، سو ما عاد في اخطاء، فهو شايف وين العظم موجود فبشك زرعته فيها. وخليني اقول لك في شيء اسمه اكثر من هيك، اسمه الزرع الموجه، مثل اطباء العصبيه، ما اذا بتعرفي اطباء العصبيه كثير دقيقين بهذا الكلام طبعا. فنحن كمان صرنا هيك، صرنا زرعنا موجه من خلال مثل النافيجيشن تبع السياره، بيقول لك هون في عندك عظم تمام تدخل من هون، فيك تروح بقلي، فيك تروح تهليزي، فيك تروح لساني، فهو عن وجه الطبيب مباشره، او خليني اقول لك مماثل للنافيجيشن تبع السياره. فانت هيك مثل ما قلت لك، انت حاطط خطه علاج وماشي باتجاهها، وانت كثير مبسوط ومطمئن. عياداتنا الحمد لله هذا الشيء مطمئن كثير، كلها مجهزه، كلها تتواجد فيها هيك معدات وهيك تقنيات. تمام دكتورة، حضرتك عميدة كلية طب الأسنان، خلينا نحكي عن طلاب الأسنان أكثر، قد عم تشوف اليوم عندهم ثقافة بموضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي بطب الأسنان، وقد يمكن عم تحاولوا قدر الإمكان إنه أنتم تدخلوا هي التقنيات إن كان بمجال التعليم الأكاديمي أو حتى بسوق العمل كرمال يكون عندهم معرفة أكثر بهي التقنية؟ احنا بالجامعة السورية الخاصة عملنا الشهر 11 مؤتمر علمي بكلية الطب البشري، كان كله على الذكاء الاصطناعي وكيف توجهاتنا باتجاه المستقبل. فكانت المحاضرات هي حتى نعزز الوعي لدى طلابنا ونورجيهم انه في شيء اسمه ذكاء اصطناعي، سواء كان بمجالات الطب البشري، سواء بمجالات طب الاسنان، وايضا بالصيدلي. فكان هذا المؤتمر اللي عملته كلية الطب البشري كان يعني مثير هيك للابتكار وللابداع، وقدرنا نغطي بشكل كامل هذه التقنيه في مجالات الطب والصيدلي وطب الاسنان. دكتوره باخر هيك ولو 30 ثانيه خلينا نحكي عن انشطه الجامعه السوريه الخاصه اليوم، شو اخر انشطه يلي تسجلت؟ هلا احنا بالجامعه السوريه الخاصه الصراحه نشيطين، ففعالياتنا هي مستمره دائما. في عندنا بس خليني انا هيك اعطيك هيك لمحه موجزه كجامعات نحن كيف بنشتغل. احنا كجامعه واحده من اهدافنا اللي كثير اساسيه ان نربط الجامعه بالمجتمع. فهذا الهدف او هذا الجول حاطينه بنصب عيوننا، انه نحن كيف بدنا نربط الجامعه بالمجتمع المحيط فيها. واحده من الفعاليات اللي عملناها السنه هي كانت بيوم الطفل العالمي اللي كان 9/11، جبنا اطفال الروبوتيك كلهم وكانوا اطفال متميزين بمجالات الهندسه المعلوماتيه، فعملوا عرض مثير، جبنا فيديوهات حلوه لهم وقدرنا نربط بينهم وبين المجتمع. ايضا في عندنا بمجال طب الاسنان زيارتنا لمدرسه الكسوه الشرقيه او منطقه الكسوه لنقدم علاجات سنيه شامله لاطفال هذه المدارس. اول شيء رحنا بحملات توعيه الاسبوع الماضي، بعدين اخذنا الموافقات من مديريه التربيه، وسنستقدم ان شاء الله الى الاطفال الى عياداتنا بكليات طب الاسنان لنعمل لهم معالجه شامله ونقدم لهم توعيه بهذا المجال. اكيد مشكوره جهودكم دكتوره اروى، شكرا لك ولكل النصائح يلي قدمتيها لليوم، واكيد المزيد من التقدم والتطور ان شاء الله بطب الاسنان. اهلا وسهلا فيك. شكرا.